السلام عليكم. قلت عن هذا اللي يتكلم شوي عن محمد مولود واللؤلؤ السعيد، أحد ضحايا سجن الرشيد من مجموعة قليبات الفولة. كنت من ضمن الشباب اللي كان تحت السيطرة الإسبانية سنة 1975، من الناس اللي كانت تمد التنظيم آنذاك بالدعم اللي قاعدة تمد به. ويوم 17 في شهر 11 تم انتقالنا من قليبات الفولة إلى أن كتائب عليات أحمد زين رحمة الله عليه، وتميت مقاتل في هذه الناحية. إلى يوم 22 في شهر 2 أصبت بجرح وانتقلت على أسر إلى مدينة التندوف. ومن بعد منين برين الحمد لله من الجرح ذاك، انتقلت إلى الحنك وركشاش ضمن الوحدة اللي كانت في هون. على هذا الأساس هذا الشطر. الشطر الثاني في 76 انتقلت إلى جنين سيدي بالرزوق اللي في الجزائر، وتدربت ومرقت قائد جماعة النيران آنذاك. وعلى أساس من بعد التدريب انتقلنا إلى المواجهة. في يوم 16 في شهر 8 77 جاء الميساج للناحية على أساس المجموعة اللي احنا انتماو من إلها عنها تلتقط كاملة وتلتحق بالرابوني. على هذا الأساس بدأت التعذيبات من هون. من يوم 16 في شهر 8 تم تصفية 9 من مجموعتنا على عينينا، اللي مات عليه الحبيب والعوب قائد الناحية آنذاك، وتم تقطيع اللحم من جلودنا انا شخصيا ومحمد علي والابراهيم وواحدين ثانيين عليد مجموعه اللي نذكر منها واحدين قال له بشي شاري ولا صالح وواحدين معاه. على هذا الاساس بدات المرحله من هون، مرحله التعذيب. المرحله الثالثه هي اللي انتقلنا منها في الليل على ظهر شاحنات لينيمو جاي فوقنا باش وراكب علي غدر من الحراس، اللي نطرحنا في أرض قاحلة اللي عادي قال عقب ذاك سجن الرشيد. سجن الرشيد وما أدراك ما سجن الرشيد، ذاك اللقع سجن الرشيد ما تقدر في طن الأقلام تحصيه ولا اللسنة تجيبه، لا لأسباب ما يقدر حد يعرفها، لا والله زاد عرف لها، لأن من خلال معاملتهم معانا ما نعامله كمجرمين. أولا ما انقبضنا في المراكز الخلفية، كلها انقبض في يد وسناح يقاتل والله على رشاش، والله انقبضنا بعد في الخطوط الأمامية. هذه من جهة نعامله معاملة واحدة وخسيسة أفضل. إن قال لنا لا قبيلات الشلوحة، والله إن قال لنا مجموعة تير، وهذا هو اللي نعامله به، وهذا هو اللي جبرنا فوري وجبرنا فعله. وبالفعل علنها في الرشيد مات ياسر من الناس، ولا تنحصى ولا تنعد، والله اللي فيها من الناس اللي نعرفه اللي كانت معانا، وفيها من الناس اللي كانت جاية من موريتان كيف مجموعة ولا أحمد العيش واللي القاضي والرباعي الثانية اللي معاه. هذا ياسر من المسائل. ومن هون الحصة طويلة وطويلة. حتى المرحلة الثالثة انتقلنا للحفر اللي موجودين تل الرابوني، وهون بدأت التعذيبات في ذيك الحفر اللي مات فيها مجموعة اللي نشهد أنا ويشهد مولانا والملائكة عني ماني لا نزيد على حد ولا اني لاهي نجحد مولي ذاك اللي شفت. قلق مجموعة مات قدامي عليد التارواقيج، انا هذا وكتفت ونجبت لهم باش كاني نقر على اني انا على اني مخابر للمغرب، والله يعدل اللي يعدل لهم. هذو الناس اللي ماتوا واحد منهم قال له السهل، واللي جا كاني معلق بجهاز تناسله في الخشيبات اللي جايين تلحفر ذا اللي مات عليدو. ذاك النهار فم البشير مصطفى، وفم واحد قال له ميتشل، وواحد كان معانا قال له بكيني قصير عقب ذاك عاد معانا في الحراسة، وهذا نعدمه قدامي أنا. منهم اللي نعرف واحد قال له السهل واللي جا كان من غير من ذاك، والله ما نعرفه أنا وجوار ملحمي مشتت وذا ما نعرف له شيء. هاي كشهادة اللي شفت أنا. أمال ذا اللي مات احنا في شد تعذيبه، رقاج يديه مكبلات وظهره وراسه في خنش، ما هو لا يجيب اخبار كثره الناس اللي مات. النقطه الرابعه احنا نشهدوا على اللي شاهوا عينينا، شي ما شفناه
والله ما عشناه ما أنا لا نشهد عليه، هاي الدنيا وذيك الآخرة، اللي مات قدامنا ياسر من ضمنهم، ذيك المرأة اللي مات هي وأولادها اللي كان يحرص عليها حياة البخاري رحمة الله عليه، وهو كان معانا في السجن ومات على طريق على يد اثنين سالازار وسويلك العلبي اللي كان طبيب في المستشفى، وراجله ميت عند القويطينات اللي كانوا تلنا عصراية النهار على يد سالازار، منين جابوها هي موجودة قايدها واحد يقول له بي بيه، وواحد ينقال له سويليمة، وصايقة واحد ثاني ينقال له زوادي، الين جابوها له شافت راجلها مكتف وقيمة العياط وخبطوه قدامها انطلقات من المسدس والمجموعة كاملة واقفة مجموعة لمن، وجابوها منين عاد في الليل مات هي وارتفدوا أولادها الاثنين، وذاك اللي رفدهم رانا نعرفه هو اسمه عندنا، هذا من جانب اللي ذكرت ينقال له حظية، حظية الأقرع، حظية الأقرع، وينقال له تيرجو وينقال له زوادي، يعني مش جاي بعد من ذاك اتجاه. مرحبا. النقطة الخامسة والله يا سيادة، احنا باقي فينا لأن منين مرقنا من الحبس وارتدت مجموعة منا فيه لحمها مقطع وطورقت مولية لا قدام واحدين ثانيين منا ما وطورقت بعيد باطل دارق عنهم باش ذوك الواحدين ورعاهم الحمد لله حيين يرزقوا اليوم، وطورقت قدامهم يا كانت عود خوف لهم والله تركاع، يا غير ذاك ما يقدر يعدلوا حد هذا، وطورقت قدام المعايل وطورقوا قدام اخوتهم، وعلى سبيل المثال محمد علي والابراهيم اللي مقطع منه اللحم كامل ومعاه معايل وطورقوا ولا قدام اخوتهم ما وطورقوا قدام حد ثاني، يعني والله متشابههم بعيد، هذه مراد مراد خسيسه ورويخيه يا غير التاريخ ما لا يستر حد. وسائل التعذيب اللي عملت هون للمجموعه، اولا خلقت انواع التعذيب، ما خالق حد من اللجنة التنفيذية وللمكتب السياسي وللكلاب الضالة اللي جاية من بلادات ثانية اللي كل يسقر منهم ما بطشوا بطشهم الفوقاني، ومارست عليهم على هاي المجموعة أمراض العنصرية، ما هي الخيانة، العنصرية الكحلة معناها عنه الراجل يوقف قدامك ويقبض لك قاط ويسوك في سنيك ويقول لك بيك انت وجدك راه معدل لبويا انا وجدي، هذا هو اللي مارس علينا، هذا النوع ما خالق نوع من التعذيب ما وقع وعدل في ذاك البلد اللي ذاك هو، خلق جرب الوتاتي لين ما بقش ما وذاك اللي قابض الكابلي، خلق ردي مرواقيج حيين نعرفوا الحسيان اللي مردوم فيهم الناس حيين يتلاغطوا، والفوسيات اللي مردومين فيهم الناس حيين، هذا نعرفه ونشهد به المولانا، ما هو العباد ما العباد الويخ، هذا كامل وقع، وقع ياسر من المسائل من الإهانة اللي ما يقد اللي ما تقد للسينة تحصيها، من التجويع ومن التنكيل ومن الحقرة ومن المسائل الخويسرة اللي ما تقد تنحمل ولا تنصبر، ولو كان اللي ما احنا ذا كامل والله اللي باقي فينا، باقي فينا من مسألتين، لأن مجموعة الضحايا قدم الطلب وكان أمالنا كبير، لأن رجع النوع ما يلتحق ولا يتصل، كان أمالنا كاملين في المؤتمر الخمسة عشر هذا اللي فايت، أعلننا نلتقى ونحقوا مسائل بيناتنا ولا جاب حد أخبارها، يا غير ذا ما نجبر قال لا مجموعة من الخيان ومشات وكذا ورواية وشغلة وذاك نبتو، يا غير بعد أنا نقول ذاك اللي يقول عنا إحنا خيان، رانا ما أنا خيان، إحنا هم الصحراويين الحقيقيين، ورانا مولي ما أنا قابضين عداوة لشعبنا، لأنه شعبنا وإحنا منه سياني منين عندنا، يا غير اللي هو المقبوضة له الخيانة، بعض من القيادة ولا هي القيادة كاملة، بعض من القيادة اللي نست تاريخنا ونست سمعتنا وخلات ذي يخلق بيناتنا إلى اليوم هذا اللي ما تلا عنده دواء، ما اللي كان اللي يداوى الجرح مازال في بلو إذا ما يظلم حد ولا يبقى في أخلاقه. السلام عليكم الحاجة، هل من أسئلة؟ والله نكملوا المرحلة الثانية. السلام عليكم، من بر ساقيتي والوادي 1884، احنا اللي المراحل اللي عشنا عشت معنا مجموعة كبيرة حتى من موريتان ومن من بعض من الإخوة الصحراويين، عشناها في سجون ما ينقال عنها سجون وإنما هي مقابر، احنا نحسبوها لا مقابر، الناس اللي
اللي مارسوا ذا النوع من الكراهية ومن التعذيب للبعض، والله ما كانوا يرجون منه أمور تالية. هاي واحدة. ولا كانوا حاسين على أنه أولاده وأخوته في المخيمات وفي النواحي، ولا كانوا هم اللي حاسين على أنه لا يلحق التاريخ اللي لحق اليوم، اللي ذاك هو في سيد أحمد البطل يودع الدنيا، وحدين لا يتبعوه، وحدين ثانيين، ولا نعرف قام من أين لا يسبق. اللي لا نقول هون، وراني قلته في البداية، أننا إحنا بصفتنا صحراويين، ولا بيننا عداوة مع شعبنا. هاي وحدة. سياني منين عندنا قاع، ولا بيننا عداوة مع ياسر من القيادة، اختار راهي زينة وصالحة، نتمناو لها النجاح. يا غير ذوك المجرمين اللي خلاو ذا الشق اللي ما يقدينا تلا له يبرا. وخير دليل على ذا الكلام اللي نقول، نهار اللي جات مجموعة من اللجنة التنفيذية للحبس، وكانت تزر إدارة اليمن في الرق متقاني وعيطونها، وحضر فيها محمد عبد العزيز رحمة الله عليه، وجمعونا ولبسونا تريسة وذاك، وحنا ساق وذاك، كنا لابسين الشرايم اللي لابسات بالدم علينا وبتكرفيص. وجا العظمي عمار العظمي، جانا عند مجموعة منين مرقونا، احنا نقول انها مجموعة الخدمات، تكلم محمد عبد العزيز وقال من اللي يتكلم، تكلمت انا سيد احمد والعليات، شنو هو قال اللي احنا رانا مسامحين في ذا الفات، نالوا عنا احنا ذا اللي وعدلنا، خاصنا اللي نعرفوا اسبابه شنو وعلاه ذا النوع من اللي يمارس علينا. تكلمنا سيد احمد وقال احنا مساينا، قال الا اثنتين، الا عندنا محسوبين مغاربه نرتفدون زرق وحدات المغاربه، ولا عندنا محسوبين صحراويين ومعدلنا، ان قال لنا سباب الشنهي شير بالثام والأمارة اللي ما تدرق، وقال نشق شق في الصحراء ما تلقى قد يخيط. صحيح، حتى احنا رانا قايلين عنه، كنا نتمنى وسابق اليوم وسابق يوم سابق، وقلنا امس ذا المؤتمر اللي فات على ان ذاك الشق يخيط ويداوى، مازال بحال تدارك يا غاريه للاسف. على هذا الأساس أنا صوتي لامع، صوت الضحايا، سياني منين عايدي، سياني ذوك اللي باقين في المخيم، سياني ذوك اللي مشاو للجوز، سياني ذوك اللي قاس في المغرب، والله قاس في موريتانيا، والله قاس في غيرها. زين عندنا، وأنا شخصيا زين عندي، وناس اللي كامل اللي هي ضحايا زين عندنا، حتى نقابل ولا مع ذوك اللي كانوا يعذبونا، معهم على الشعب الصحراوي ولهم على القيادة اللي منها نزيهة، غير ذوك نقابلوا معهم احنا قدام محاكم تحكم بالحق، ولهم محاكم سيد احمد البطل اللي يقسم ارواقج على اثنين ويدير طرف منه على زر الشانطي من هوك وطرف منه على زر من هوك، ومسائل ومفطن ياسر اللي راهي قدامه، ذيك اللي الجرائم اللي وقعت واللي طرات واللي مسائل ذيك هم اللي نطرقوا له وقتها وعلى اسمها لها، رانا ما انا اللي نجر ما حد غير نسمو فلان باسمه، هل اللي عدل وهل اللي عدل وهل اللي واسه وهل اللي واسه. وهذا عشناه 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 وريناه، شفنا ذاك اللي يعدل الارواقيج في السجن اللي ما يقدر ينقال في المنبر، وشفنا ذاك اللي يعدل في منين مرقنا هم اللي يفطن، شفناه هم اللي يعدل، وشفنا ذاك اللي يعدل في 27 وهو بليدات الثانيه وذاك ما يقدر ينقال، وشفنا موت ارواقيج اللي منهم الامريكي اللي كان معايا انا مسجون معايا، ان قالوا كريستيان شار كان مترجم في هيئه الامم المتحده في عهد فولد جولدهايم، ميت عليد ابراهيم غالي وقريقاو واثنين معاه متغمرين ما نعرفهم. وشفنا الاسبانيين اللي ماتوا، الرشيد منهم هي اللي كان على الدجاج على قيين، وشفنا ابراهيمات اللي مات منين دفع معانا في الليل يجيب الحطب، وساعه اللي جاء راهو في الحفر القبليات، شفنا النصراني الثاني اللي راهو سميتو الحقيقية عند الزبير اللي خليفة حالا في العيون، شفنا ياسر من المسائل اللي معاه تنحصى ولا تنعد، خلي اللي يوقع في 12 وخلي اللي يوقع في الصليبات وخلي اللي يوقع في الحفر وخلي اللي يوقع محدنا في الزواد، هذا كامل رانا شفناه. يا غير رانا مستعدين نجاوب عن أي حاجة حاجة مهما كان نوعها. مرحبا الحاج، اش كيفك لاباس؟ ما شاء الله يا اللي راه واصل لذلك من هون الى عاد كان شي سيره والله كذا، الشطر الثاني من بعد نكملوا.
شكرا الحال شاء الله. لا افتح يا مبارك اللي بغى يسول عن شي والله. الرواية الشطر مازالت الخان شاء الله. المخلة فيها ياسر من المسائل يا غير ما هو ذكرها حالا، لا نشوف وسيلة رجلي اللي من هو كامل باغي يتفاعل يسول والله. الرواية رانا نكملوا الباقية من بعد. شكرا والله جزيلا، شكرا على حسن الضيافة بعد قاع هي الأولى. شكرا والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساقيتي والوالدي 1884. الأخ اللي سولت عن المجموعة اللي ارتدمت في الفوسي، لأن أعطيك ذا الدليل اللي مولانا ما ينقص من حسناتي. إحنا كان محكوم علينا بالأعمال الشاقة في الرشيد، هاو الناس واحدين ارتفدوا فوتات. أنا كنت نعمل ميكانيك، ومنين يبغوا يرفدوا هاو الناس يدخلوا الخدام، الشقالة كامل يدخلوها يقفلوا عليها يشمع، وأنا نبقى دائما في الميكانيك خدام مع تراصي محمد مصطفى ومع الطفل اللي قال له بريه عينا نشتغلوا في الميكانيك. شفناهم رافدين أرواقيج في سيارة يزقوا وباركين عليهم أساسا من فوق، وداهم للفوسي هذا وردموهم. والله ما نعرف منهم معمر ولا زيد ولا عبد الرزاق. شفنا واحد مسكين من فز يجري من طلص من بين ايديهم، نعرفه ذاك الحاسية لأنه فيها رواق ساب وورد وزرق راسه ووسطه. وذاك الراجل بعد موريتاني غريشة من شباكة موريتاني قالوا هما ذيك الساعة، وعيط لي أنا وجبت بارادوز وجاب معايا واحدين قال له مندوسة يسوق الكوبا وسويليمة وواحدين ثانيين. شعلت لهم بعد أنا ضوء في وسط الحاسي لقد يدخلوا وسطه، لأنه الحاسي كانت تنزرق فيه معدل بيت محاش الملائكة والسامعين. وعقب ردموا عليه فهم تم ذيك ناس قد سولانك عن الناس اللي كانت شورى زواد. احنا كان محكوم علينا بالاعمال الشاقه في زواد، نقلعوا زهران شرفوا به جزيرات ديك ساعه ويجيبوه من عندنا مثلا نهارات اللي له نعمل له. جابوا مجموعه في جزيرات وبالضبط في عقيله العسكر اللي موجوده في الحدود الماليه الموريتانيه الجزائريه، وفرقوهم ذو كاملين. والله ما نعرف اذا كانوا من شباكه موريتان والله من فرنسا والله من والله جايبينهم من المراد عن هذيك المجموعه. جابها جزير ومعها ثلاثة دروفيرات وطورقت فرقيه فم وفات اخبارها. اما الناس اللي طورقت في زر في ركشاش اللي زر المغيط عند العمشانيات ذي كامله موريتان وناس خضر كامله كور والله شعايد وطورقت كاملة. وذيك شفناها بعينينا قاع مزلنا في الناحية أعوذ بالله. هذه مسائل لها الجميل عن ردها وعن مسائلها. وشكرا والله.